سفراء الاتحاد الأوروبي في غزة بحماية من عناصر جهاز الأمن الحكومي الذي تديره حركة حماس، الحركة ذاتها التي أكدت محكمة العدل الأوروبية قبل ساعات من وصول الوفد وجود مسوغات قانونية لبقائها على قائمة الإرهاب. الدبلوماسيون تجولوا في معبري كرم أبو سالم التجاري ورفح البري جنوبي القطاع، استمعوا إلى شرح من هيئة المعابر بشأن آليات العمل هناك. ممثل الاتحاد أكد موقف الدول الأوروبية من الحركة التي تدير القطاع، وقال إنهم في غزة لبحث مستقبل أفضل لسكانها. حماس مدرجة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2001. أنا هنا أزور غزة للاطلاع على أحوال مليوني فلسطيني، وغرض هذه الزيارة هو أن نبحث جميعا مستقبلا أفضل لغزة. على جدول أعمال الوفد لقاءات ليومين مع رجال أعمال ووزراء في الحكومة الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، من دون لقاءات مع الفصائل الفلسطينية. الزيارة هي الأولى للوفد المكون من 20 دبلوماسيا منذ بداية العام الجاري. بالتزامن مع هذه الزيارة، ممثلون عن نحو 80,000 أسرة فقيرة يحتجون وسط غزة على عدم صرف معوناتهم المالية المتوقفة منذ أشهر بسبب تأخر وصول التمويل الأوروبي اللازم لها. احتجاجات العائلات مستمرة منذ أشهر لا مجيب لنداءاتهم، فيما وضعهم الاقتصادي آخذ في التدهور دون حلول تلوح في الأفق. إن أكثر من سنة ما خدناش حقوقنا، جيدة الاتحاد الأوروبي، جيدة الوكالة اليون دي بي، لا أي واحد ينظر لنا، يساعدنا بأي حاجة، يشوف لنا حل لمساعدته في الشؤون الاجتماعية احنا. يقول الأوروبيون إن زيارتهم تحمل رسائل سياسية، وإن دعمهم لسكان القطاع مستمر. بالنسبة إلى الناس هنا، سمعوا الوعود والتطلعات نفسها في زيارة مماثلة العام الماضي، لكن واقعهم لم يتحسن كما يبدو إلى النحو الذي يرغبون به. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة.